السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتورة غادة رسلان، دكتورة واستشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل في مستشفى الحوض المرصود التعليمي في القاهرة. النهاردة حابة أكلمكم عن موضوع يهم ناس كتيرة جدا، وهو علاج أثار حب الشباب. طبعا أثار حب الشباب ممكن تبقى أثار لونية، يعني تصبغات ناتجة عن الالتهابات اللي حصلت أيام ظهور حب الشباب، أو تكون حفر وندبات موجودة في القشرة. ودي من الحاجات اللي بتعمل مشكلة كبيرة جدا سواء للبنات أو للأولاد، خاصة اللي بيجوا يقدموا في الكليات العسكرية أو الشرطية، وكمان البنات طبعا قبل سن الزواج وكده، بتبقى الموضوع ده محرج قوي، يعني فرستريتنج وعمل مشكلة للبنت أو للولد كمان. فإيه هي العلاجات المتاحة لأثار حب الشباب؟ طبعا إحنا عندنا العلاجات الأثار اللونية بتبقى غالبا بكريمات او بالتقشير، وممكن برضو بالليزر لو التصبغات دي شديده او ما فيش وقت كافي قبل المناسبه او قبل الكشف الطبي او كده. بس لو كانت ندبات او يعني ندبات او اثار باقيه، اللي هي يعني السكارز، يعني دي طبعا لازم بتحتاج ان احنا نعمل لها ليزر، الفراكشنال ليزر. بس ممكن برضو نتعامل معاها بالديرما بين مع استخدام بعض المواد اللي بتحفز تنشيط الكولاجين في الجلد عشان يصنع كولاجين جديد، فيظبط الندبات او الاثار الباقيه من حب الشباب القديم. وطبعا محتاجين ان احنا نظبط حب الشباب نفسه والاكتيفيتي بتاعته عشان ما يظهرش حبوب جديده تبوظ الدنيا واحنا شغالين. فممكن نشتغل بيه على الاثار دي او الندبات بالفراكشنال ليزر او بالديرما بين او بالتقشير. وده بالنسبة للأثار بتاعة حب الشباب، ويعني دي نبذة مبسطة كده عن العلاج للأثار الناتجة عن حب الشباب، وأتمنى أنها تكون فيها فايدة لحضراتكم. وشكرا لكم، وأنتم معنا دائما الأجمل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله نتكلم فيها عن موضوع تاني برضو يهمكم.